السلام عليكم عملائنا الكرام من الشركه الهندسيه، بنرحب بيكم مكاننا في بني سويف في ميدان ولد النبي امام مدرسه الشهيد هشام كمال طه. عندنا عروض اخر سنه على كل منتجات الدي دبليو تي، كل العده بتاعه الدي دبليو تي عليها عروض. عندنا عروض على كل الشغل بتاع الدي دبليو تي. انا عايز افكركم ان الدي دبليو تي ده انتاج شركه ميرك لينك، نفس مصنع كراون، الوكيل بتاعها شركة اسكندرية للتقدم التجاري، ضمان 6 شهور ضد عيوب الصناعة. عندنا عروض كاملة هسمعها لكم بسرعة، بس الفيديو معمول في شهر 12 2023، دي العروض دي سارية لحد ما الأسعار تتغير. احنا هنقول لكم على السريع كده، وتابعونا دايما على قناتنا على اليوتيوب، وتابعونا دايما على الصفحة بتاعتنا. عندنا الصاروخ ال 600 واط دي دبليو 3 نزل عليه عرض، نازل ل 750 جنيه، موديله دبليو اس 60115 اي، صاروخ محترم لشغل المهام الشاقة، مفتاح جانبي، حاجة محملة، 600 واط دي دبليو تي. الصاروخ 700 واط المفتاح ده، مفتاح من ورا، عامل 1000 جنيه. منشار الصينية نازل عليها عرض، نازلة ال 1250 واط، نازلة ل 1420 جنيه، منشار الصينية الدي دبليو تي. عندنا الفريزة اليدوي اللي هو الراوتر، نازل ل 1150 جنيه. عندنا ميزان الليزر بقى، أسعارهم فوق الممتاز. اسمع معايا بقى، ميزان الليزر الاثنين خط ب 2400 الدي دبليو تي من غير الحامل، الثلاثه خط ب 2560 من غير الحامل، الخمسه خط 3560 من غير الحامل. بص بقى العرض رائع جدا على الشنيور ال 12. الشنيور ده 12 فولت، نازل معاه بطاريه واحده، ده ممتاز، فئه اقتصاديه وعزم عالي جدا، شنيور عزم فوق المحترم، معمول على سرعه واحد، بنتكلم في 18 سرعة، حاجة محترمة قوي. ده عامل 835 جنيه من الهندسية جوه، مكاننا في بني سويف ميدان ولد النبي قدام مدرسة الشهيد هشام كمال طه. متاح منه ال 12 فولت 2 بطارية، ال 14 فولت 2 بطارية، ال 18 فولت 2 بطارية، عاملين 1360 ال 12 فولت، ال 14 فولت عامل 1600، ال 18 فولت 1920. عايز اوريك انا بقى شكله بيجي ازاي؟ بيجي في شنطة مقاومة للصدمات، حاجة ممتازة جدا اهي، معاه بطاريتين وشحن. بص بقى على مكن الغسيل، مكن الغسيل حكاية. الشتا داخل، محتاج تنظف عربيتك، محتاج تنظف الواجهة بتاع المحل بتاعتك من المطر، اسمع أسعار مكن الغسيل. المكنة الغسيل ال 1400 واط دي نازل عليها عرض من 3000 ل 2600، دي 105 باور. المكنة ال 135 باور نازل عليها عرض ل 2800. المكنة الجامبو الشبح نازلة من 5200 ل 4750، 2100 واط. المكنة دي تشغل معرض، حاجة محترمة جدا، معرض عربيات بتلمع عربيات، بتنظف مكنة غسيل خدمة شقة، معاها بقرة، معاها خراطيم، معاها شغلها، حاجة ممتازة جدا. اسمع بقى العرض اللي ما يتفوتش، ده بلاور، بلاور محترم، فئة مش اقتصادية، فئة عالية، فئة شغل فوق الممتاز. بلاور ده 650 واط، شركة دي دبليو تي منزلاه. اسمع بقى السعر، السعر ده اللي مش هتلاقيه عند حد خالص، 475 جنيه. بلاور دي دبليو تي 475 جنيه، 650 واط. الهالات الدي دبليو تي كلها اسعارها ممتازه. عندنا الهالات التكسير بس الدي دبليو تي 2525، كومبرسر سياره 10 بيستن ب 900 جنيه، كومبرسر سياره 2 بيستن 900 جنيه، متاح منه الديجيتال ومتاح منه العاده. الديجيتال ب 1200 جنيه، العاده ب 900 جنيه. اخر حاجه بقى في الفيديو وسايبها لكم للاخر، حاجه فوق الوصف. بص معايا بقى، بص على الشنيور ده، شنيور 13 مللي، دقاق يمين وشمال، سرعات، خدمة شط، اشتغل في حيطان، اشتغل في اخشاب، اشتغل في المونيوم، اشتغل في اي حاجة. بص حلو، وزنه خفيف كده ومريح في الشغل. اسمع معايا السعر بقى، 700 جنيه، 700 جنيه من شركة دي دبليو تي. مكاننا في بني سويف في ميدان مولد النبي امام مدرسة الشهيد هشام كمال طه. تقدروا تتواصلوا معانا بالتليفونيا او رسائل على الصفحة او على الواتساب، تليفوناتنا هسيبها لكم في الفيديو. احنا بنشحن لاي محافظة في مصر، تدفع عربون فودافون كاش والباقي عند الاستلام. نورونا واهلا وسهلا بيكم.